بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين، نجدد التحية، نجدد اللقاء هنا أيضا مع انطلاقة شوط جديد من أشواط الخير والبركة. على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوط من أشواط الخير والبركة في تحدياته المثيرة وانطلاقاته المميزة. ينطلق شوطنا الثالث المخصص للإبكار بانطلاقة هذا الشوط وتحديات هذا أيضا الانطلاق. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط، هذه الذيبة يتقدم محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي خاطفا أول أشواطنا في صباح هذا اليوم المركز الثاني. القدوم في هذه اللحظات، الوصول هناك أيضا من العزرة، هنا يتقدم هنا مسفر بن سالم بن سلطان بن كلثم الخيلي المركز الثالث. القدوم والوصول في هذه اللحظات من غنايم بندر بن ملفوف بن فالح العامر على المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، الوصول والتقدم من مدرسة خالد بن علي بن سعد السهلي، هنا يأتي بدوره في هذا الانطلاق. وصلنا إلى المركز الرابع، نقلتني إلى المركز الخامس، هذه الشايبة يتقدم شعار بو علي راشد بن علي بن ويصر المنصوري، هنا الشعار الذي قد صال وجال في عالم سباقات الهجن يقدم لنا الشايبة في هذا الشوط في هذا التحدي المثير والانطلاق المميز. بينما المركز الخامس، خامس المراكز القادمة هنا في هذا الشوط من الغزيل، الغزيل راعه الثيل ظاهر بن محمد بن سالم بن علي الرشيدي. والمركز السادس هذا هو الشعار الجدير، ياتي هنا مع مرعوشة سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. هكذا نتيجتنا مستمعين الافاضل، هكذا النتيجة هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة. اعود الى مقدمة هذا الشوط، لنا عودة الى الصدارة الاولى مع المركز الاول. 1200 يا سلام من اجل الناموس. هنا وين البداية؟ وين وين الصدارة؟ وين يا سلام؟ وينك يا اليامي؟ وينك يا اليامي؟ وينك؟ لمح ملونو من بعيد، لمح هنا في هذا الانطلاق الجميل. هذه غنايم 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 القادمة من المملكة، القادمة من المملكة هنا على الصدارة، هنا على البداية الأولى. بدر بن ملهوب بن فالح العامل اليامي يتقدم على الصدارة الأولى في هذه اللحظات. لديها رصيد، لديها سجل ذهبي على المقدمة الأولى، لديها سجل ذهبي. هناك أيضا وصيفة الناموس في عاصمة الميادين على أيضا، هناك أيضا في جائزة زايد الكبرى يتقدم اليوم على البداية الأولى، على الصدارة الأولى، على البداية الأولى. هذه أيضا غنايم غنايم، يتقدم اليامي على الصدارة الأولى. المركز الثاني مدرسة خالد بن علي بن سعد السهلي يتقدم، ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث الوصول من شواهين سالم بن سهيل بن حمد بن دليله العامري، ولكن اعود الى البدايه، لنا عوده الى الصداره الاولى. الله يا غنايم، الله يا غنايم، الله يا غنايم، راعه العوايد، راعه الانجازات، راعه التحديات، راعه السجل الذهبي يتقدم على البدايه الاولى. فسلام سلام سلام عليكم يا اهالي المملكه، يا اهالي المملكه، كفيت وفيت يا اليامي، كفيت وفيت، تهانينا تهانينا، والناموس مشكور باسم الجمهور والمحبين والمتابعين هنا على هذا الفوز. المركز الثاني مدرسه خالد بن علي بن سعد السهلي على المركز الثاني. على المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، شواهين سالم بن سهيل بن حمد بن دليله العامري صاحب الانتاج المميز والجميل. بينما المركز الرابع وصول من الشايبة راشد بن علي بن نصر المنصوري، وهناك أيضا مصيحة عبد الله بن عيسى بن محمد بن فنوشة المنصوري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لكل الفائز.